غواصات أوهايو آلة الموت التي تحمل نصف الترسانة النووية الأمريكية وتهدد بمحو الصين وروسيا. على بعد 290 كيلومترا فقط من الصين ووسط المحيط الهادي، تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بغواصة حربية قادرة على تحويل 12 مدينة إلى رماد مشع بدقيقة واحدة. تحمل 24 صاروخا باليستيا مزود كل منها ب 12 رأسا حربيا وبقوة تفجيرية تصل إلى 475 ألف طن. قد لا تصدق، أرعبت الاتحاد السوفيتي وحلفائه وأصبحت الترسانة الأولى والأشد خطورة على كوكب الأرض. وفي الواقع يمكن لهذه الغواصات بحمولاتها أن تنهي الحضارة البشرية في وقت أقل مما يتطلبه الأمر لطلب وجبة بيتزا. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرة التدميرية والمواصفات العامة لأخطر سلاح ردع أمريكي، غواصات أوهايو. التسليح. جهزت غواصة أوهايو ب 24 صاروخ من طراز ترايدنت 1C4، حيث يبلغ طول الصاروخ الواحد 13.4 متر وبعرض مترين، وتبلغ سرعته 21600 كيلومتر في الساعة، ويسافر خارج الغلاف الجوي باتجاه الهدف. كما يحوي الصاروخ على رؤوس حربية نووية، وإطلاق رشقة واحدة من هذه الصواريخ يمكن أن يحول مدينة بأكملها إلى رماد مشع وبأقل من دقيقة. كما تم تزويد الغواصة بأحدث سلسلة صواريخ على الإطلاق من طراز ترايدنت 2D5، ويعتبر أحدث جيل من الغواصات الباليستية التي تطلقها البحرية الأمريكية من الغواصات بعد برامج بولاريس وترايدنت 1C4 الناجحة للغاية. يبلغ طوله 34 قدما وسرعته 6000 متر في الثانية، إذ تم الكشف عنه لأول مرة في عام 1990. ويمكن لكل صاروخ منها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا مع دقة مطلقة في إصابة الهدف، حيث يبلغ احتمال الخطأ أقل من 90 مترا بجانب الهدف. تحوي السفينة أيضاً على 4 توربيدات 21 بوصة في مقدمة الغواصة بوصفها غواصة صواريخ باليستية، كل واحدة مجهزة بثمانية أنظمة تحمل رؤوسا نووية. كما تحوي على 22 قاذفة، كل واحدة مجهزة بسبعة صواريخ توماهوك من نوع M109. المواصفات العامة. يبلغ وزن الغواصة 18 طن تحت الماء، وبطول 570 قدم ما يعادل 170 مترا بعرض 13 مترا، وبمحرك يعمل على المفاعل النووي بقدرة 325 حصان وبسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. تستطيع الغواصة أن تحمل إمدادات غذائية ولوجستية تكفي لقرابة 60 يوما تحت الماء. تتميز الغواصة بشكلها البيضوي، ويتكون جسمها الأسطواني من الصلب HY80 ومصنوع من الصلب نفسه. يتسع الجسم الأسطواني للطاقم وللأسلحة والمعدات المختلفة، موفرا صلابة كافية تسمح للغواصة بالعمل عند أعماق كبيرة لتجنب الاكتشاف. ولعبت الهندسة التصميمية دورا هاما على مستوى التسليح والإبحار، حيث يشبه جسم الغواصة الخارجي السمكة، إذ يتيح لها هذا التصميم التحرك الهادئ خلال المياه العميقة وبسرعة كبيرة. كما يستوعب هيكل الغواصة عددا أكبر من الأسلحة ذات الحجم الكبير. الأنظمة الإلكترونية. تحوي الغواصة أوهايو على معدات إلكترونية متطورة لتوجيه الأسلحة ولمعالجة إشارات أجهزة السونار، وتتميز بتقنيات مختلفة لامتصاص الأصوات الصادرة عن الغواصة ومحركاتها لتصعيب مهمة أجهزة السونار المعادية اكتشاف وجودها. وتعتمد الغواصة على نظام تشغيل متطور، وهو تحويل المفاعل النووي مياه التبريد المضغوطة إلى طاقة لتشغيل توربينات بخارية على محور واحد، ويمكنها التحرك بسرعة تزيد على 40 كيلومتر في الساعة عند 250 مترا تحت الماء. التاريخ التشغيلي.
في أوائل سبعينيات القرن الماضي وتحديداً في 10 من أبريل من عام 1976، تم تصميم الغواصة أوهايو في مدينة غروتون، وتم إطلاق الغواصة في 7 من أبريل من عام 1979، وانضمت الغواصة رسمياً إلى البحرية الأمريكية في 11 من نوفمبر من عام 1981، عبر مراسم احتفال وكلمة ألقاها نائب الرئيس جورج إتش دبليو بوش لوسائل الإعلام، والذي اعتبر وقتها أن الغواصة أوهايو ستمثل بعداً جديداً في الردع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. تم توجيه أوهايو إلى القسم الشمالي الغربي للمحيط الهادئ، وأصبحت الغواصة الاستراتيجية الأولى للولايات المتحدة. وفي عام 1994 عدلت الإدارة الأمريكية تعليمات الأسطول الاستراتيجي الأمريكي ليشمل 14 غواصة فقط مسلحة بصواريخ ترايدنت دي 5، يحمل كل منها 24 صاروخاً، وكل صاروخ مزود بخمسة رؤوس حربية. مع بداية القرن 21 أصبحت الغواصات أوهايو تحمل 50% من إجمالي الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر غواصة أوهايو قديمة نسبياً على الرغم من قدرتها الهائلة، كما أن أول مجموعة منها ستصل إلى نهاية فترة الخدمة التي تبلغ 48 عاماً عام 2024. ومنذ سنة 2016 تم نشر 9 غواصات من هذه الفئة في المحيط الهادئ، بينما تم تخصيص 5 غواصات أخرى للمحيط الأطلسي. وما زالت حوالي 14 من هذه الغواصات في الخدمة، مع 2 تخضعان للصيانة، وتحمل كل واحدة 20 صاروخاً نووياً من طراز ترايدنت 2D5، مما يعني أن هذا الأسطول من الغواصات يحمل حوالي 240 صاروخاً، وكل صاروخ يتألف من عدة رؤوس نووية. وما ينبغي معرفته أن غواصات أوهايو لم تخض أي حرب واقعية، ولم تنفذ أي هجمات رغم استنفارها وحضورها في كل الحروب التي خاضتها البحرية الأمريكية، وبقيت أكثر الأسلحة البشرية فتكاً التي تم تطويرها على الإطلاق، وتمثل فزاعة ترعب أعداء أمريكا حول العالم إلى يومنا هذا. عيوب الغواصات النووية. على مدى العقود الماضية تكررت حوادث غريبة للغواصات النووية تعكس المخاوف من احتمالات خروجها عن السيطرة. ففي أكثر من حادثة فقدت الولايات المتحدة والصين وروسيا ومجموعة من الدول الأخرى سفنها وأطقمها وعددا من غواصاتها منذ 60ات القرن الماضي، وكان آخر هذه الحوادث ذات الصلة في يوليو من عام 2019 مع حريق سيفيروموورسك الغامض، إذ اشتعلت النيران في غواصة روسية تعمل بطاقة نووية في مدينة سيفيروموورسك المطل على بحر بارنتس، مما أسفر عن مقتل 14 بحارا جراء التسمم بالدخان المنبعث من الحريق. أما من بين أحدث حوادث الغواصات رعبا، فكانت تلك الحادثة في أغسطس آب من عام 2000، عندما غرقت الغواصة النووية الروسية كي 141 كورسك، مما أثار حينها هلعا نوويا مع زيادة احتمالات التسريب الإشعاعي. ووفقا لما أعلنته السلطات الروسية حينها، فقد غرقت الغواصة كورسك التي يبلغ وزنها 16,000 طن قرب القطب الشمالي في بحر بارنتس نتيجة تسرب وقود التوربيد، مما أدى إلى سلسلة انفجارات أغرقت الغواصة وأسفر عن مقتل 118 بحارا كانوا بداخلها. وفي العام 1989 انفجرت غواصة كومسومولتسكي 278 سوفيتية التي يبلغ وزنها 8,000 طن، بعدما اشتعلت النيران في القسم الخلفي من الغواصة النووية أثناء إبحارها على عمق 380 مترا في بحر النرويج، ليلقى حينها 42 بحارا مسرعهم. وفي 12 من أبريل نيسان من العام 1970 غرقت كذلك الغواصة السوفيتية النووية كي 8 قبالة الساحل الشمالي الغربي لإسبانيا، بعد اندلاع حريق في 2 من مقصورات الغواصات خلال تمرين بحري واسع النطاق، وتوفي 52 من أفراد الطاقم. وعلى صعيد البحرية الأمريكية، كانت حادثة الغواصة SSN سكوربيون 589 الهجومية في 22 من مايو أيار من عام 1969، حين اختفت الغواصة النووية الأمريكية على بعد 400 ميل جنوب غرب جزر الأزور، وعلى بعد 1450 كيلومترا من البرتغال، وكان على متنها 99 بحارا. وذكر موقع هيستورينت
أن الحادث لا يزال لغزا حتى يومنا هذا، لا سيما أن البحرية الأمريكية أطلقت عملية بحث واسعة حينها قبل أن تعلن في 5 يونيو حزيران من العام نفسه فقدانها. وصينيا، سجلت بكين في العام 2003 غرق الغواصة مانغ 361 أثناء مناورة في البحر الأصفر شرق البلاد بعدما أصيبت بأعطال فنية أدت إلى مصرع 70 من طاقمها. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرة غواصات أوهايو؟ وهل تعتقد أن الوقت حان لاستخدام سلاح الردع هذا قبل تقاعده؟